اشتري اغراض مرة كنت ليق عندك موقع كنت ليق اكسشينج الرابط في الوصف والكريدت عندي مرخص من اللعبة فأي أحد يشتري لا تنسى كود VSL راح يخصم لك 3% الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليق سواء على ستيم ايبك جيمز بلاي ستيشن اكس بوكس يعطيكم العافية الرابط في الوصف. السلام عليكم يا جايبكم مقطع جديد اليوم مقطع عن روكت ليج. اليوم نزلوا روكت ليج في الايتم شوب شيء غريب مره في السنه سياره نادره كذا لكن هالمره شوفوا ايش نزلوا انا صدمت والله صدمت يا فوكتين بلاك 700 كريدت بس اللي يبغى كريدت مثل ما تشوفون معي حوالي 6000 كريدت شاري موقع روكت ليج اكسشينج كود VSL يخصم لك 3% تطلع عليكم السياره هذه يعني بتشتري 800 كريدت بيطلع عليك اقل من 20 ريال فكر فيها قبل ما تشتري من داخل اللعبه لان داخل اللعبه غالي يعني هنا شوف كم اذا شريت من موقع روكت ليج اكسشينج استخدمت VSL وتبغى تشتري من هنا برضه في كود VSL بكل بساطه تضغط R2 VSL دن خلونا نشتري السياره بسم الله وعلى بركه الله بلاك تاكد VSL موجود موجود حط الان وبسم الله خلونا نبدا اذا شفتوا المقطع لين نهايته مفاجاه لكم اللي يعني يركز الفيديو بسم الله وعلى بركه الله 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 يعني اول لمسه طبعا اخر مقطع كان بحسابي الثاني لكن هالمره نقول ان شاء الله ان نقدر نسوي شيء بهذا الحساب لان العزات افضل وكذا اوكي خرب على اخويا او ماي جاد ليش انا كافي طايح من كم 3 ديفجن 2 يا حبيبي ليه مالك اخوي مالك ترى بدايه الجيم يعني عادي عادي ادري بس يا اخي ما ادري ايش اخسر يا والله ابشر ابشر تبي فواز ابشر حلوه اطلع حلو 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 انا اقول لك لك والله لك نايس عيني عليك اضبطك يا اخوي اضبطك بس لا تزعل انت اوكي خلص خلص بس بيصدمك ترى نايس يعيني جول نايس 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 اسطورة واحد نايس والله مسعدش اوكي فيك جول وسط انا بايض يخلص بوسته كامل يلا روح والله الو ايش ذا الله على بالي بتطقها انت ما عليه برا استنت خويه روح لا 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 هذا اللي ضحك علي قبل شوي مالي طقه ثانيه ما اقدر للاسف بخش روح انت لا تكفى ايوه بيصدم روح بس بقعد شوي ورا انا ابغى بوست بس لا تكفى ما معي بوست يوه اشواء يا عيني يا شيخ جي يا اخوي حلو يا اخوي حلو مالي والله يلبس حقه ما ادري شلون جاو يوف حاولت اني اترك اي بوست افكر في ال يو الله كلوز ون حلو 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 ايه يا شيخ تكفى والله خيرا يا ساتر كالكوليتد اتني ورا عشان اسوي خليه يسوي فيك شوت يا اسطوره يا عيني يا شيخ لو تكمل بس كذا ون ستريك يا رباه يسار تكفى يا الله بيسوي فرفت احس بيسوي فرفت والله نطيت سنطتي كانت متأخرة كيف تسوي ذا؟ كيف تسوي؟ يا الله اوكي بس ما ادري ليش توقعت انه بيطقها لي
مع انه كان بعيد بس يلا. يقطع ابو البلوك لو خوي شي كيف طفني يا ساتر. ما في جول ما في جول باذن الله ما في جول. عطنا عطنا الكرة عطنا الكرة تكفى. يا ساتر اوف لا تدف عيني يا شيخ. لا لا اللعب اليوم الحمد لله كويس الحمد لله. ايش رايكم نخلي السياره ساده ولا كذا كويس زومبا ابيض ما ادري ايش. ما كفر كريستيانو 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 هل تسمعني؟ هو يصير كذا بلاك اديشن ولا ايش؟ ولا عشان السياره بلاك؟ والله ترى ما ادري جد. بسم الله يا ساتر الماب والله كريه ماب جدا سيء للامانه. قولك هاي شوت يعني كويس اني فجرت هذا. نحاول نضغطهم شويتين لان الماب والله جدا سيء ما اعرف العب فيه الانوار مزعجه اللي فيه. بالمخ بالمخ يا حبيبي الكليتد 116 116 يا ساتر. سكرات هم 2-2 ظاهر. عيني البلوك يا عيني البلوك الثاني. شوف الهدف شوف الهدف يا ساتر يا ساتر قوة جلد يا ساتر. عليك خوي عوضك عوضك لك فلا لا يصدمك وخر عنا قهر يقول كم لاقينك. اوكي على بالي ان الحين وخر عنا. تكفى تكفى يمين تكفى يمين حلو يا ساتر. يا الله والله الماب يقهر والله يقهر ولا كان لعبت فيه زي الناس. النوار كذا مزعج. لا لا ما ادي ما ادي السياره بلاك. بس لاحظون اخر مقاطع سبحان الله الفوز فيها مره كثير الحمد لله. والله حاولت اني اسوي حركه ان اخش على الاول واجربه واخش على الثاني وكذا ماشي. يعني يا خوي انشف انشاف. عطى هنا جاب العيد خوينا هدف. اوب قاريه قرايه يا شباب. عرفت انه مو بصاده ما ادري ليش. والله نايس في الزاويه بعيده تيجي والبليد. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. شاف اللي وصل هنا ترك اذا انتم مشتركين ها اغلب اللي يشوفون مقاطع ما اشتركوا. ارجوكم ارجوكم اركوا فعل زر التنبيهات ولايك اذا عجبكم مقطع. يعطيكم العافيه. يا ساتر الصوت المايك المايك يا كابتن كيف اسوي ميوت؟ نايس قوي قوي عادي تسوي ميوت تكفى. كيف اطفي الفويسات؟ خلاص طفي الفويسات بلا ميوت بلا خلاص. صدى راسي من المايك. يا ساتر يا ساتر انشب شيء في الحياه. عين يا خوي طالع معك يا خوي بلك ثانيه صاير. حلوة 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 حلوة. وات؟ اوكي. صاير يا شباب والله جيم اهداف غريبة كذا. بيصدم. ديك يا خوي تكفى تكفى تكفى. مو بهدف. الله. شخص عليهم على طول بود السيف. والله العظيم معليش بس طقيت الكوره يا اخي والله طقيت الكوره. اوكي صدمني بس طقيت الكوره. طيب وقفوا الكوره يعني وقفوا التصوير. هذا مسوي بول تشيس 1000 كذا. لا يا خوي ما تسويها. ايش جا خوينا؟ نايس يمديك يمديك يا خوي يمديك يمديك. والله ليت مخليها انها افضل اقسم بالله. امشي انت وياه. ايش قاعد تسوي يا خوي ما ادري والله العظيم ما ادري. اخيرا اخيرا طق الكوره. مشكله ما اقدر ما اقدر عليها.
خلها تنزل يا اخوي تكفى خلها تنزل اشوا يا رب يا كريم الميستريك ما يروح يا رب. لا ما تخش معي انا تكفو.